احكي شهرزاد اليوم حكاية فنانة موهوبة معطاء فنيا كتبغي المهنة اللي اختارت، هي المهنة اللي كفأتها باش تكون من الوجوه الناجحة والبارزة والمتميزة في المجال الفني. قلوبنا وأدنا تكون صاغية لضيفتنا اللي نتعرفوا عليها دابا. مرحبا بكم في احكي شهرزاد على غاديو دوزيم ودوزيم بويما. طعم الحياة فقدته، طعم النجاح فقدته. كانوا مشاكل كبارين وكان انفصال، مبقيتش كنعطي الأمور القيمة بزاف. جاني اكتئاب، فكرت في انتحار. الحياة بالنسبة لي مبقاتش كتسوى والو لأن الضغط كانوا كبارين بزاف. مرحبا بك فرح. الله يبارك فيك شهرزاد. فرحانه لان انت ضيفتي اليوم، غنتعرفوا على قصتك وحكايتك من خلال احكي لشهرزاد. واش تحكي لي؟ اكيد مرحبا بكل فرح. فرح، قبل ما نبدا الاسئله ديال البرنامج ونمشيو نبداو فقرات البرنامج، كان هاد الكره اللي عندي كنعطيها لضيوفي، هي اونتي ستريس. فيك شويه ستريس؟ مرحبا. كتعيشي ستريس وكتعاملي مع الامور بستريس ولا الهدوء؟ على حسب، على حسب المواقف وعلى حسب الظروف اللي كنطيح فيها. واخا انا دابا شويه وليت ما بقيتش كنعطي الامور القيمه بزاف. واخا انا هضر معاك من دابا شويه كيفاش كانوا اليوم، كان نعطيوش، كان تعاملوا مع الامور بطريقه اخرى وطريقتنا التعاطي مع الامور تتكون بدله من دابا شويه في فقرات البرنامج. فرح، شحال خديتي، شحال النصيب اللي خديتي من اسمك فرح؟ فرحانه انت؟ 20%. 20%؟ ما فرحاناش. كنبان فرحانه. كتباني فرحانه. لا ما فرحاناش للاسف. ما فرحاناش. علاش فرح؟ شنو اللي كيخلي الفرح يغيب على حياتك؟ عدة أشياء، الغياب ديال أقرب الناس ليك، ولا بزاف ديال الظروف اللي كيوقعوا لك في الحياة ديالك، وبزاف ديال حويجات اللي كيخليوك كتشوف الدنيا صعيب أنك تكون فرحانة فيها. كتستاهلش. شنو اللي ما كيستاهلش؟ ما كتستاهلش انك تفرح فيها، لان بالنسبه لي انا هاد حنا في حل في وسط واحد اللعبه وكنلعبوا، وكل واحد هو البطل ديال ديك اللعبه، وكتشوف يا اما غتكملها يا اما غتعمل جيم اوفر. انت شنو درتي؟ جيم اوفر، ما قدرتيش على الحياه. ما الخوف واليأس و... لا ماشي لدرجة الخوف والياس، ما بقيتش كنعطي القيمة كيف ما قلت لك في الأول بزاف الحوايج. شنو هما الألوان اللي كتشوفي بهم الحياة حاليا؟ كحل ولا بيض ولا بيض وكحل ولا رمادي؟ رمادي. مضبب الوقت. صحيح. واخا ندخل انا وياك دابا في الاسئله. بدات معايا فرح، بدات معايا من الاول. نمشيو للفقره الاولى اللي هي درجه درجه. انت واجده؟ مرحبا. درجه درجه، وضيفتنا هي الفنانه المغربيه فرح الفاسي. في هذه الفقره فرح، عندنا هاد الدروج اللي فيهم اربعه ديال الدرجات، هو سلم الحياه ولا سلم النجوميه ولا فين كتشوفي راسك في الحياه بصفة عامة، وكل درجة فيها لون حسب إشال ديسك. فوقاش فين كتشوفي راسك في الدروج؟ درجة الأولى. الأولى من التحت ولا الأولى من فوق القمة؟ لا، درجة الأولى من تحت. من التحت. باقي كتشوفي راسك يلا بادية؟ طبعا. ماشي تواضع مزيف؟ لا، مرة أنا باية يلا بادية. شنو فين وصلت؟ درجة الأولى هي اللون الزرق. واستوديو لا نزرق. وعندها صفات، عندها هي شخصية الكونفورم توافقة، عندها نقاط ضعف نقاط القوة. صفاتها هي الوعي والتحليل، والشخص كيحل الأمور بزاف. كتحلي؟ محللة بزاف بزاف. كيفاش؟ أي جست كيوقع في حياتي من عند أي شخص كنحلله. كتحلي عنده ما يكون عنده أبعاد، ولكن هادشي كي متعب، كيبرزط بزاف، كيعيي بزاف،
كتولي الحياة ديالك عايشها بلا ديتاي بزاف، كتولي كتدقق في كل شيء، أي حاجة كتدقق فيها وكتعب كيديلك الانرجي. وقلتي لي دابا قبل في البداية الحلقة، قلتي لي أنا ما بقيش كرد البال لوالو، ما بقيش كنعطي القيمة للأمور. لا، أمور من اللي غتعصبك، هضرنا على ستريس يعني، ولكن أنك تكون محللة ومدققة يعني الحياة، يعني كترد البال لأي حاجة، يعني ماشي هذا ما عنده علاقة بأنني نكون كنت ستريس. نقدر نحللك وانتي معايا، الشخص كتكون جالس معك كتقدر تشوفه وتهضر معه وكتكون كتحلل أي كلمة كيخرجها، ما عنده علاقة بستريس بالنسبة لي. واخا نقاط القوة هي الدقة، الانضباط، الصبر والتأني، عندك هادو؟ ماي حاليا مؤخرا الصبر تقلل شويه، ما بقاش بقيتي باش كيتسالى لينا الصبر. ايوا الصبر كيدبر، خلوها كنت كنصبر، واخا انا معروفه يعني في العائله صباره بزاف، ولكن وليت كنحس براسي ما بقاش عندي، حيت بالنسبه لي الحياه قصيره باش نبقى نصبر ونعطي فرص قصيره بزاف. عندك فرصة واحدة ولا عندك بزاف الفرص؟ بالنسبة لأي حاجة في حياتي كنعطي فرصة واحدة. فرصة واحدة، ما كاينش فرصة ثانية. علاش ما كاينش فرصة ثانية؟ ما بقاش عندي الصبر. ما بقاش عندك الصبر. دوبي توجور ما عندكش الفرصة الثانية من دايما؟ لا، عطيت فرص بزاف في حياتك. واخا نقاط الضعف، التحفظ، الخوف والتردد، كتبالغي في الاحتياط بزاف، كتبالغي في الاحتياط، كتخافي من كنخاف من ردة الفعل، من ردة الفعل ديال الاخر، كترضاش. ما كترضايش، كترضاش. وهذا هو علاش كنتردد، وبالنسبه لي اي حاجه كان واش نزعم مع الشخص ولكن ماشي في الحياه. مثلا انا في الحياه ديالي شي حاجه غنديرها في خدمتي ولا ما كان سرطتش زعمه، لا زعمه كانت لاح كتلاحي. بعض المرات خصنا نردوا البال فاش كيما قلتي الكلمه اللي قلتي كانت لاحو في الحياه، ردوا فيها البال. لا، لاننا بالنسبه لي شنو ما كان النتيجه غادي تكون في صالح ديالك، سواء كانت سلبيه سواء كانت ايجابيه. ايجابيه انت نربحتي، سلبيه انت نتعلمتي، دقه في الراس كتزيد الامر الا ما قتلاتكش. انت كتقولي اي تجربه هي مفيده في حياتنا؟ اكيد. خايبه ولا زوينه هي مفيده؟ اكيد. واخا فرح، كاين واحد نقاط ضعف، كاين تشاؤم، انت متفائله ولا متشائمه؟ أنا لا. كنت متفائلة وليت متشائمة. أنا الحياة علمتني الكون متشائمة، التفاؤل ما صالح الوالو، هي كانت شنو تقولي لي؟ أنا متفائلة. متفائل. باقي عندك تفاؤل؟ أكيد. أكيد، مادام أنا كنتنفس في هذه الحياة، مادام كاين الخير. كاين اللي كيقول قراءة أخرى كتقول بأن التفاؤل وكثرة التفاؤل هي عدم الواقعية، تنكونوا ماشي واقعيين. فين هي الواقعية؟ ما كايناش. ما كايناش الواقعية. إلا تجي تبع الواقعية غادي تمرض. من الأحسن خليك عايشين في الخيال شوية، عمل شوية هكا شوية هكا باش تقدر تزيد القدام. كتقولي لي بأن نعيشوا نديروا راسنا ما كنفهموش ونعيشوا في الخيال هو الحل. حيت إلا كنتي كتفهم بزاف الإي آي ديالك خدامة بزاف وعايشة في الواقعية بزاف، غتخرج على راسك بزاف. كثرت الفهم وكثرت نركزوا مع التفاصيل ما صالح حتى شي حاجه. شنو كيجيب لينا صداع؟ اجيب لك السكر، الطونسيون، الكوليسترول، والقلب. خصنا ما ردوش البال بزاف، هادشي اللي غيجيب لك، حيت دائما كنلقاو غلط في شي بلاصه. اكيد اكيد، كلنا اغلط. كيخلعك انت الفشل في شي حاجه في الحياه؟ لا، انا فشلت بزاف. فاش؟ بداية الحياة ديالي كاملة كانت فشل، الدراسة ديالي كانت في الأول فشل، الخدمة اللي بديت كنت كنخدم فيها يعني ما كنتش كنستمر، حتى عندي ملي كنبقى نعاود الحاجة بزاف عاد كننجح فيها، يعني هذا
يعني من النجاح ديالي جاي من الفشل. إذن الفشل هو دائما بداية النجاح. أكيد. اللي تيفشل وعنده الرغبة يوصل راه غيوصل من بعد. أكيد. الفشل معمره ما تيكون عائق باش ننجحوا. أبدا أبدا، هذيك بداية النجاح. همشي وأنا وياك للفقرة الثانية اللي هي اسأليني، وغنسولك عندي ثلاثة الأضرفة بالألوان ديال هذا السلم. اختبار ديسك اللي بقاو، بقات لنا الخضر والصفر والحمر، وغتختاري ليا ظرف من الاضرفه باش نسولك دوك الاسئله المزعجه ديولي. ولا تختاريهم ثلاثه اللي بغيتي، صافي نمشيو. اساليني وضيفتنا في احكي لشهرزاد على راديو دوزيم ودوزيم بويما هي الفنانه المغربيه فرح الفاسي. في هذه الفقره فرح سميتها اساليني، كنسولك مجموعه من الاسئله اللي كاينين في هذه الاضرفه، غتختاري لي ظرف واحد ولا تختاريهم ليا بثلاثه؟ بلاتي كتستعملي الكره انت؟ لا انا تقولي لي انهم وانا نقولهم لك. واخ بغتختار، برافو عليك. كتلاحي لي ترا قلتي لي قبيله. قلت لك عطيني نبداو بالخضر الامل. غنبداو غنختاروهم بثلاثه. بثلاثة بيهم؟ بثلاثة؟ واخا مرحبا. دونك بثلاثة ولا بتلاتة واحد؟ ولا بغيتي نسولك سؤال واحد؟ صافي يلا مرحبا. ثلاثة مرحبا. بالخضر، بسم الله نمشيو للخضر. فهاد السؤال عندي، سوء التفاهم اللي وقع لك مع المخرج المغربي محمد الشريف الطريبق شنو هو؟ يمكن لك اليوم تهضري عليه اول مره تهضري في الموضوع، انا عارفه اليوم تكون عندنا بزاف اول مره ياك مع حكايتك. الله يبشرك بالخير. وقع لك مشكل مع سي محمد الشريف الطريبق؟ لا هو وقع شحال هادي حقيقه، كان في الفيلم الثاني بالمناسبه. انا بغيت نوجه له التحيه، لان لولا محمد الشريف الطريبق ما كنتش غنكون انا في الدومين، لانه هو سبب ديالي انني كاينه في يعني في الدومين ديال التمثيل، وانني دابا ممثله وبدل لي المسار ديال حياتي، وهذا كي الفضل مورا الله سبحانه وتعالى كيرجع لي له. فعلا وقع سوء تفاهم في واحد اللحظه اللي طلعنا الايغو ديالنا بجوج بينا، واخا حنا البدايه ديالنا كانت مع بعضنا، وطبعا هو قبل مني، فبحال ديك الايغو اللي طلع بحبي ليه وبحبه ليا، يعني حيت حنا كنا بحال الخوت، واحد العلاقه كانت هو ومراته وانا، كنا عندنا علاقه وطيده بزاف، يعني كيجيو لدارنا كنمشي لدارو، ماشي حتى كيكون شي عمل. فانا من هنا بغيت نطلب منه السماحه، وندمت على هاد لا بيريود كامله اللي ما كاينش هو في حياتي، حيتاش عنده كان واحد الحضور زوين في حياتي. كان كيحميني بزاف، كان كي كنستشار معاه بزاف، فكنتمنى ترجع العلاقه ديالي معاهم بحال اللي كانت. واخا تطلبي منه السماحه، وحنا كنتمنوا ترجع العلاقه كما كانت، لان انا كنعرف كيفاش فقدان صديق وفي وصديق بالضبط. حقيقي كان صديق حقيقي هو بزاف، كان صديق وفي جدا، وكان انسان طبيعي وانسان جميل. فرح بعض المرات ليغوت يخلق لنا مشاكل. بالضبط كيخلق مشاكل. خدمتي على هذا الموضوع؟ اكيد بزاف بزاف، والشكر كيرجع من مور الله سبحانه وتعالى للام ديالي الله يرحمها. كانت وقعت لي واحد الواقعه، و كنت من مورا زعما الرفاق مشينا لابو ظبي، شاركنا في مهرجان ابو ظبي ديال السينما كان فيلم ديالي اون كومبيتيسيون، تلاقيت تما مع ممثلين كبارين بحال انطونيو بانديراس، جما سليمان، سلفا وخيرجي، الهام شاهين. انا اول مره واحد البنيته صغيره غتمشي لابو ظبي فيرست كلاس ليموزين، بنيته ديال بنت تطوانيه، اول مره غتخرج، اول مره غتركب في الطياره، اول بزاف الحاجات. فما كنتش عارفه اصلا شنو المعنى ديال المهرجان، وشنو شنو شنو غيضيف لي، ما عارفاش هادشي حتى شرحوا لي. كان هو باش نرجع كنقول لك، كان معايا واحد الشخص اللي كان كيحميني بحال اختو، وحنا تما كنت كندخل للبيت كنبدا نضرب راسي بقوه، داكشي اللي كنشوف ماشي طبيعي، لان تبارك الله داكشي كنا في واحد طوب طوب، يعني واحد النيفو عالي بزاف عليا بزاف. فاش رجعت للمغرب
يلا نزلت لتطوان مع الدخلة ديالي والأم ديالي سلمت عليا الله يرحمه ويتقول لي كي دايره بنتي على سلامتك وفرحانة بيا وهذا عافاك مشي جيب لي واحد 10 بيضات ها قلت لي يلا جيت يلا كنت ستار 15 يوم وانا ستار مع لي ستار يلا وصلت مشيت شريت 10 البيضات عرفتي يعني ديك اللعيبه ديال رجعنا الاصل رجعنا اصلك باش عرفت بان راه كنتي محتاجه في ذاك الوقت تروضي او لا تخدمي على اللي قلتي هي بدون يعني بدون قصد ولكن انا جاتني الضحكه والطرشه ديال ديك اللعيبه ديال الفيق راه الاصل هو هذا فهذا هو ماشي حياه حقيقيه مزيفة فهذا هو اللي خلاني دايما انني في ما نمشي وفي ما نكون ومع ما كنت جالسه وفي ما وصلت خصني نرجع للاصل ديالي داكشي علاش اختاريتي لي الدرجه الاولى اكيد دائما كتبقاي في الاصل ديالي واخا نمشيو للظرف الثاني مرحبا بديتي بالخضر وي صافي مشينا للخضر دابا نشوف الصفر الصفر هاد الموضوع اللي نهضر معاك فيه ما كان بغيش حتى انا ما كان بغيش وكان وكل حلقه كنتمنى ما يكونش هاد الموضوع في الحلقه ولكن غنهضر معاك فيه الالم المعاناه النفسيه كآبة والاكتئاب قبل مده فقدتي الاب ديالك الروحي اللي هو محمد اسماعيل موراه فقدتي الاب ديالك ومن بعد منه الام ديالك وقبل منهم ثلاثه خالك فاش كيمشيو الناس اللي كان بغيو شنو كيبقى والو كيبقى الرمادي انا قلت لك الرمادي من كتبقى الحياه بدون الوان كتبقى كتولي عايشه صافي صافي عايشه باش تكون مع بنتك باش تأدي الواجب ديالك كأم ولكن الالوان فقدتها طعم الحياة فقدته طعم النجاح فقدته مبقاتش عندي علاش وليت كان نجح الحمد لله بفضل الله وبفضل رضاة الوالدين اللي كان شعر بها قدامي دايما ولكن ديك الحلاوة اللي كنت فاش كان نجاح ولا كان جيب شي جائزة أول واحد كان عيط لهم هما والديا وكان سمع ديك الغوطة في الظهر وديك الشيء مبقاتش. والنجاح ديالك دابا ديال بين القصور اللي نهضروا عليه من دابا شويه كنتي بغيتي يعيشوا تمنيتو يكونوا معايا ماشي بين القصور ولكن الحمد لله ربي بغاهم ماشي خساره في سيدي ربي تتهضري معاهم بينك وبين راسك بزاف شنو كتقولي لهم ما شنو نقول شوف انا يمكن والديا كانوا قرابين لي بزاف انا كنت كان والديا انا قد هكا كان نعاس معاهم كنت في الفراش. كنت يمكن اقرب الناس لقلبي اقرب الناس لي يمكن علاقه الوالدين عادي تكون هكا ولكن انا شويه كانت اوفر كثر حيت كانوا اصدقاء ديالي كنعاود لهم كيعاودوا لي كيسافروا معايا كيجيو معايا انا ماما الله يرحمها كانت كتمشي معايا ليزيفينمو ولا عقلتي تلاقيتيها معايا الوغ علاقتي بوالديا كانت حقيقه ما توقعتهمش غيمشيو بهذه السرعه هذه ما عاتبتي القدر الله يسمح لي في واحد اللحظه جهلت لواحد الدرجه سيرتو ملي كتشوف الناس باقي لهم جدهم وجداتهم وكتشوف باقي لهم كلشي وكتقولوا انا ديتي لي كلشي الله يسمح لي ربي الله يرحمهم ولكن في الاخر كتقول ماشي خساره في سيدي ربي الله يرحمهم فرح حنا غنكملوا انا وياك الاسئله غنديروا غير توش ماكياج دغيا ونكملوا ياك باش نكملوا الاسئله انا متاكده بان الوالدين فاش كيمشيو ما تيبقاو معنا ما كيمشيوش وهما فرحانين بيك فين ما هما الحمد لله اللي فرحانه به انا هو مشاو راضيين عليا بزاف الحمد لله هذاك هي انا بالنسبه لي هذاك هو الفضل الله هو كل شيء الحمد لله
واخا نكملوا السؤال الثالث ومن الفقره المواليه نديروا شنو بغيتي نديروا نديروا نقدوا حيت راه صافي قربت قدوا ورجعوا التسويت قادر في واحد هو الحمر والسؤال اللي في الحمر هو خبر ديال طلاق فرح عمر لطفي شفتيه في لي ريزو سوسيو في الصحافه كلشي كيهضر عليه ما كذبتو ما نفيتو كاين هذا الخبر كانوا مشاكل كبارين هو وكان انفصال ولكن حنا دابا حاليا كان كنحلوا هاد المشاكل وان شاء الله ما كنشوفوا شنو غادي يكون الى ساح الله ما كنعرفوش المستقبل شنو مخبى علينا علاش ما عمرك ما جاوبتي على الموضوع حيت ما كيخص حتى واحد الناس ما عندهمش الحق يدخلوا لينا في هاد تفاصيل الحياه لا حتى واحد ما عنده الحق يدخل لي في حياتي انت حره تعاملي مع حياتك كما بغيتي انا حره نعطي داكشي اللي بغيت واللي ما عطيت اللي ما بغيتش كيفاش كيجيك هذا الشيء فاش الناس كيدخلوا في حياه الفنان ولا في حياه الشخصيه المعروفه كيفاش تلقات كيفاش تزوجات مع شكون كتجيني بصح يعني دخله في الصحه هذا كيف ما كنقولوا كتدخل لي في حياتي كتولي كيبرزطني بزاف ما كيعجبنيش نمشيو للفقره المواليه مرحبا صافي هادشي اللي بغيتي تقولي في هذا الموضوع ما بغيتي تزيدي حتى شي حاجه لا نمشيو انا وياك الكاينة ولا ما كايناش وفي هذه الفقره كنعطيك مجموعه الاخبار وكتنفيها ولا تتاكديها لي كنعرفها انا والمحيط ديالك ما كيعرفها حتى شي واحد اخر صافي مرحبا ما تخليتيش لا كاينة ولا ما كايناش ضيفتنا هي الفنانه المغربيه فرح الفاسي فرح في كاينة ولا ما كايناش كنعطيك كما قلت لك مجموعه من الاخبار وتتاكديهم لي ولا كتنفيهم ليا كاينة ولا ما كايناش في عمرك 13 عام دخلتي للدار لقيتي ماماك كتبكي قلتي لها علاش كتبكي كانت كتشوف الحج في التلفازة قالت لك بغيت نمشي لهذا المقام وقلتي لها شنو قلتي لها انا غنديك وديتيها باول كاشي من عمل ديالك في مسارك الفني اول عمل ديالي كان زمان الرفاق فعلا كان اول كاشي عطيته للام ديالي مشات بها للحج الحمد لله لقيتيها كتبكي لقيتها كانت كتبكي وانا صغيرة عندي 13 سنة ومشي بزاف يعني موراها كان اول عمل ديالي والحمد لله ربي وفقني في داكشي اللي قلت لها كاينه ولا ما كايناش فاش كنتي صغيرة خوتك كانوا كيقولوا كلهم غنولدوا بنيته وشنو غيسميوها ماجدة برافو عليك وقلت لهم لا انا اللي غنولد بنيته وغنسميها ماجده وهما كلهم ولدوا الدراري ياك اوكي بالفعل بالفعل كانوا كلشي كيقول هو اللي غادي الا جاتو البنيته الاولى غيسميها ماجده والحمد لله ربي خيبهم كاملين وانا اللي جاتني البنيته وسميتها ماجده على الاسم الام ديالي الله يرحمها الله يرحمها وكانت عايشه هي فاش كانت عايشه وفرحانه بها حيت تمت الحفيطه ديالها ديال من بنت فرح ماجدة واخا فرح كانت قلتي لي كنت كنهضر انا وياك في الكواليس وقلتي لي بان وانا كنعرف بان كتحكمي قلبك في كل شيء تف مع خوتك قلتي لهم لا انا اللي غنولد بنيته وغنسميها ماجدة قلبك كتخدميه في كل شيء كتسمعي لقلبك فعلا قولي بزاف بزاف انا في حياتي اصلا العمليه وفي كل شيء كنخدم قلبي اي نعم ذكاء هو نخدمه القلب ولا نخدمه العقل شوف هو رغم انني مثلا كليت الدق بزاف انني كنخدم قلبي ولكن انا هكا ما عندي ما ندير واخا عارفه مثلا ديك الحاجه غادي تقدر ترجع لي بشي حاجه خايبه ولكن كنترجى انها تكون يعني تخدمني وترجع زوينه وفي الاخير كيكون داك التفكير ديالي هو الصحيح وقلبي كياكل الدق كليتي الدق فرح بزاف قلتي لي بان ربع سنين كل عام دقه
ولا 3 سنين 4 سنين 4 سنين كل عام عام ورا عام دقه ورا دقه فعلا كتعطينا الحياه الدق كتعاملي انت مع الدق اللي كتعطينا الحياه شوف هو ما كنتش كنتوقع انني غنرجع نوقف مورا الدق اللي قلت جاني اكتئاب فكرت في انتحار فكرت انني الحياه بالنسبه لي ما بقاتش كتسوى والو لان الدقات كانوا كبارين بزاف كنتي في انتحار وعندك بنتك وعندي بنتي والحمد لله بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى اللي ما عرفت شي حاجه شي قوه كتوقف معايا بحال رضا الوالدين اللي كتخليني نتجاوز كل شيء وكنوقف وكان نرجع قوة من اللي كنت واخا نمشيو للفرحه والعيد كاينه ولا ما كايناش في العيد علمك الاب ديالك الله يرحمه واحد الدور كيديروه غير رجال هو في الحولي ديال العيد واخا تيكون اخوتك الدراري كيتسناك تجي باش تعاوني تسلخي الحولي كاينه فعلا با الله يرحمه كان ما يمكنش يذبح الحولي العيد الا ما كنتش كاينه انا واللي غتسلخ الحولي هي انا ما تحقرنيش كاينه الانوثه ولكن كان ساعه ساعه كنسيف انت اللي كتسلخي واخا خوتي كيعرفوا يسلخوا الحولي ولكن كيقول لهم هي كتسلخ احسن منكم كخصو انا وعادي يذبح ما يذبحش بلا بيا لان فاش كنت صغيره كان با الله يرحمه كيذبح العائله كاملين وكنت كنمشي معاه كنذبح 13 حول تبارك الله كان كيذبح بزاف وكنت كنمشي معاه للديار كاملين اللي كيذبح لهم با حيت عائله الا ما ذبح لهم شي با ما يذبحوش ومن ثم كانت عندي واحد الاجواء زوينه بزاف وحنا في العيد كنتجمعوا كاملين ضروري ما نغنيو من بيت الاحرار عاد نذبحوا كتغنيو النشيد الوطني عاد نذبحوا جميل جدا عاد نذبحوا فكانت واحد الاجواء رائعه رائعه والحمد لله اللي عشتها الله يرحمهم امين كاينه ولا ما كايناش انت هي صغيره في الدار ياك كاينه ولكن انت هي اللي واخده المسؤوليه في الدار كاينه عم حملاتك الحياه اكثر ما كتستحقي فرح وشوف هو دائما كيتختار واحد في العائله يكون هو الليدر يعني هو القائد من عند الله يعني كيكون انت كتكون انت كتجيك مسؤوليه القياده من صغرك فتعطتني وعيت في واحد اللحظه عيت لان كنت هزه مسؤوليه ديالهم كاملين ديال خوتي كاملين خصني انا نديريجي انا اللي نقاد الى شي مشكل انا اللي غنحلو الى شي حاجه انا اللي شي فرح انا اللي غنديرو الى مهم كلشي تتعيي في الاخر عيت ولكن من بعد كتحس بان الحب ديالهم ليك هو اللي كيخليهم انهم يتكلوا عليك في كلشي نمشيو الفقرة المواليه مرحبا نمشيو اكيد تخيروا اختاروا ضيفتنا هي الفنانه المغربيه فرح الفاسي في هذه الفقره فرح كنعطيك ثلاثه ديال الاسماء ديال فنانات معاك في المجال زميلات ديالك وكتختاري ليا بلا دبلوماسيه بكل شجاعه اسم واحد صافي الاسماء ثلاثه هما كليله بنعيلات سحر صديقي وابتسام العروسي وبثلاثه ديال الاسماء فنانات كبار مشهود لهم بالعمل الجيد عندهم الكفاءه والاستحقاق وشكون تختاري فيهم مش من ناحيه نختار اللي قريبه لك اللي قريبه لي هي كليله بنعيلات كليله صديقه عزيزه عليا بزاف وطيب القلب وانسانه محترمه جدا وكنبغيها بزاف سحر صديقي للاسف ما عمري خدمت معها ولكن كنعرفها ككوليغ وانسانه غزاله ما شاء الله وفنانه كبيره وعندما تقول ما شاء الله لا في الغناء ولا في التمثيل كذلك ابتسام العروسي حتى هي فنانه جميله وكنتمنى لها التوفيق تري بيان دونك انت كتختاري كليله اكيد كليله هاد الاسئله ما كيبغيهمش الفنانين نقول قل لي شكون اللي كتختار كتحرج انا 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 فاش غادي تسقسيني على الاختيار من ناحيه ديال القرابه اكيد غنختار بكل اريحيه لان انا مصاحبه مع واحد الشخص ماشي ما مصاحبهش مع شخص اخر عادي ولكن فاش كيكون المشكل هي فاش كتقدر كتقرنهم من الناحيه الفنيه
هنا كيكون مشكل. ما نقدرش نقارنهم حتى انا ما نقدرش نقارن لان يعني ما عنديش الحق نقارن، لان يعني شكون انا باش نقارن ولا نعطي النقط لشي فنان وانا براسي كخصني اللي تنقط لي. لو كوبل ديالك انت وال14 في بين القصور، تخيلتي هذا النجاح؟ لا ما تخيلتيش. لا فرحانه به، كيعجبك النجاح؟ انا قلت لك النجاح جميل، ولكن ملي ما كتكونش مع بنت عيشو كيكون بحال عادي. كيفاش جاوك الاصداء ديال ورده وال14؟ ما توقعتهاش، ما توقعتش هاد الكوبل غينجح بهذه الطريقه، ما توقعتش الدور ان دور ورده انه يوصل نقلب المغاربه بهذه الطريقه هذه. كنت كنتظر زعما غادي يعجب الناس، وكما العاده زعما كيتصلوا بيا النقاد صحابي والفنانين صحابي اللي كيتصلوا بيا، منهم الاخت ديالي كنوجه لها التحيه سناء، الاستاذه سناء عكرود اللي صيفطات لي ميساج وكتشيد بالدور ديالي وكتقول لي عجبها بزاف، كانت شهادة كنفتخر بها. ولكن كيبقى ما عمره ما وصل إعلاميا ولا الناس ولا الجمهور بهالطريقة هذه. هاد الدور هذا بزاف، العمل هذا كان بالنسبة لي فرحانة أنني كنت يعني نطاقم الفني. راضية أنت على فرح الممثلة؟ أنا عارفة بأن كاين عندك بزاف الجوائز داخل وخارج المغرب، غندا في بزاف ديال الدول داخل وخارج المغرب. راضية على راسك؟ لا مازال ما يلا بديت أنا مازال ما كنحس براسي، مازال بزاف ديال الادوار مازال خصني تعطاو لي، بزاف الادوار تخادو مني، وبزاف الادوار كنت كنتمناهم نلعبهم، بزاف الادوار مازال كنتسنى نلعبهم. بحالاش بالي بزاف. شنو الدور اللي تتحلمي تلعبيه؟ بحال دابا حنايا مثلا غير هاد ليستواغ دامور اللي شتوها يعني قليله، مازال كاين لي زيستواغ دامور كيحمقوا فنين عندنا لو مونك ديالهم، واللي يكون كوميديين يعني كتشوف فيلم سينمائي كوميدي وقصه واستوا او رومانس مثلا رومانتيك. فمثلا هاد الادوار هادو انا كنحس براسي كنعطي فيهم مزيان، كنحس براسي ديالي الادوار ديال الحب وديال الغرام ما كاينش لي زولوا مني. لان علاش كت الممثله فاش كتعطي بزاف ادوار الحب؟ اليسا واحد المره في انترفيو قالت بان المغنيات اللي كيغنيو بزاف الحب وكيبدعوا فيه هما ماشي غالبا تيكونوا ما عايشينش الحب. ماشي ضروري نعيشوا باش تمثلي مزيان، ولكن نقدر ناديه ونوصلوا للناس، لان عندي بزاف لي تيم ديال الحب، عندي بزاف ما نقول. محرومه من الحب في الحياه؟ لا الحمد لله. فاش ماتوا والدين انا دائما كنت محظوظه بالحب من جميع الناس، ومن صحابي من صحاباتي من والدية من عائلتي، دائما ديك السيد زعما ديك الشخص اللي كلشي كيبغيه في العائله الحمد لله. دونك بالعكس ما عنديش هذا. خرجع فاش قلتي لي ادوار تخادوا مني، كيفاش تخادوا منك؟ لا ماشي تخادوا مني، كانوا ديالي وتخادوا. كنحس بدور، كاين كيت دابا مثلا كتشوف شي دور لعباه شي ممثله وكنحترمها طبعا. بحال اش من دور؟ بزاف، مثلا دازوا ادوار اللي انا شخصيا كنتمنى كنت لعبتهم. عندك شي دور في راسك دابا ديال ممثله حاليا؟ كاينه واحد الممثله اللي كانت حمقني، سلوى زرهان. انا بالنسبه لي من احسن الممثلات الشابات اللي طالعين، ديك السيده زعما ما شاء الله عليها لعبت موهوبه سلوى ما شاء الله عليها. كتحس بها صادقه في الـ في الـ في, الـ في التمثيل ديالها، في الاداء ديالها، في التشخيص. كتشخص ماشي كتادي، ما كتمثلش كتشخص. ف كاين اللي كيادي بزاف، فهادو قلالين عندنا حنايا في الدومين. فهمتيني؟ سلوى لعبت الدور ديال بغيت حياتك في واحد لا سيري ديال كانت فيها مقيلة شوقي العوفير. لعبت واحد الدور حمقني، هي أدت ببراءه زعما ما عندي ما نقول، وتمنيت حتى انا كنت لعبت. تمنيتي كون لعبتي، واخا انا كنتمنى لك الادوار كاملين اللي بغيتي تلعبيهم. يا ربي امين.
كتقراي سمعي البصري باش تكوني مخرجة، اشنو ما عطاتكش الممثلة غتحققي من خلال الإخراج؟ لا ماشي باش نكون ضروري نكون مخرجة، انا كملت قرايتي وعاودت البكالوريا ورجعت كندرس، ملي حسيت عندي قدره جاتني لونفي نعاود نقرا، حسيت براسي باغا يكون عندي باكغراوند، حسيت براسي انني ما نضيعش وقتي في التفاهه والقيل والقال ونجلس في القهاوي ونمشي عند هادي ونجي عند هادي، لا نمشي نقرا عندي ما يدار، فهمتيني؟ نمشي نقرا شي حاجه اللي تنفعني في حياتي، لان الله سبحانه وتعالى قال اقرا، اوكي ما قالش مشي تجلس مع اصحابك. فانا بالنسبه لي القرايه زادتني قيمه، فمشيت القرايه كتزيدنا قيمه، اكيد 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 كتحس براسك عندك بزاف ديال الحاجات اللي ما عندكش، حيت انا ظلمتني الحياه في القرايه. فاش كنت صغيره ما كملتش قرايتي لظروف ما، فاش دابا جاتني الفرصه وانا في هاد اللاج وباقي عندي لونفي وعندي القدره نحفظ وعندي القدره انني نادى، رجعت نقرا. امشي وانا وياك الفقره المواليه اللي هي اش قالوا صافي. مرحبا. اش قالوا ضيفتنا هي الفنانه المغربيه فرح الفاسي. في هذه الفقره فرح كنناقش مع ضيوفي شنو كيقولوا الناس، كترتي البال شنو كيقولوا الناس؟ كنت دابا لا بغاو يقولوا مبقى كيهمني حتى واحد في الحقيقه. بقيتي يهمك حتى حاجه؟ لا. فوقاش كنوصلوا لهاد المرحله في الحياه بحال الربح بحال الخساره؟ هي مرحله فيها بزاف ديال العوامل، يعني منه من الخساره، منه النضج، فاش كتنضج وكتولي كيهمك غير راسك وكتوصل لواحد واحد المرحله اللي كتشوف راسك اشنو القيمه ديال راسك عند راسك، وكتولي تحدى راسك، ما كيهمكش شكون معك وما كيهمكش شنو كيفاش كيشوفوك الناس وما كيهمكش واش يبغيوك على حسب هما كيفاش خصهم يشوفوك، وما كيهمكش تخسر الناس. حيت انا وصلت لواحد اللحظه اللي مابقاش عندي مشكل نخسر شي واحد، ومابقاش عندي مشكل يبقى معايا شي واحد. اللي جا لحياتك مرحبا، واللي بغى يمشي مرحبا. اكيد غتبغيني كيف ما انا مرحبا، غتكمل معايا كيف ما انا مرحبا، ما بغيتيش شي الله يعاون. الله يعاون. والفرصه الحقيقيه فاش تكون انا معاك في حياتك. اكيد ياكي، حيت انا اضافه في حياتك. انت اضافه الناس اللي كتعرفي. اكيد اضافه كبيره. واخا لاله فرح، فوقاش تلقيتي شي انتقاد او لا تعليق كان ظالم في حقك؟ دابا هو فاش كنقولوا انتقادات ولا تعاليق على حسب الاشخاص اللي كيجيونا منه. فوقاش تظلمتي كثير بزاف؟ شنو قالوا عليك؟ مثلا متكبرة، مثلا قبيحة، فيك العياقة، هادو مثلا عاديين. وكاين مثلا شي حاجة اللي خرجوا قولا أنا قلتهم قولا، وأنا ما كنتش كاع مثلا ديك ما كايناش في داك المجلس، ولا ما كايناش كاع مع داك الشخص اللي قالوا أنا قلت، فهاد الشيء هذا عادي. ولكن بالنسبة لي لأن هاد الشيء ما كيهمنيش، لأن أهم حاجة عندي هي أنا تايقة في راسي وأنا بقى في الحياة، واللي قال شي حاجه يقول انا قلتها يجي عندي مرحبا بك. قالوا بان قلتي شي حاجه وما قلتيهاش؟ اكيد بزاف، ولكن كنعرف هذه من جهه الغيره، سيرتو ملي كتكون خدامه في شي عمل وكتكون كتادي شي دور ديالك وانت متمكنه منه، والطرف الشخص اللي كيكون معك مثلا عنده نقص، فكيضطر يحاربك من جميع النواحي. كاين الحرب بيناتكم؟ حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه، كيف ما كيقولوا خوك في الحرفه عدوك، خوك في الحرفه ولا في الصناعه عدوك. اكيد كاينه هاد لا كاينه وبكثره. وشنو ما كتبغيش في فرح؟ ما كنبغيش فرح طيبه القلب ديالها بزاف، اللي كتخليها تطيح في شي مواقف ماشي هما اللي كيشوفونا دابا وكيسمعونا، يقولوا بان كيفاش طيبه القلب،
كيليت كنسولوهم كاين بزاف الانتقادات كيتوجهوا الناس اللي كنسولوهم شنو هو لو ديفو ديالك، كيقول لنا انا ظريف بزاف ولا انا ظريفه بزاف ولا انا كيعجبني المثاليه في يكون كل شيء مثالي. ما يمكنش تقولي لي بان طيبه قلبي ما كتعجبكش؟ لا ما كتعجبنيش، طيحتني في مواقف خايبين. طيبة قلبي هي مثلا انتي مخدمة الاي اي ديالك وكتعرف بان كيف ما قلت لك كتعرف بان مثلا هذا الموقف هيقدر يحرجك، ولكن ديك الطيبوبة ديالك اللي باغا تساعد في ذاك الموقف كتقول وتكمل الاخر ممكن الظن ديالك يكون ماشي هو هذاك. ما خصناش نكونوا طراف؟ ماشي دائما، غير خصك دعم الاحتياطات دراسك باش ما تطيحش في هاد المواقف. ماشي دائما، تبع قلبك تبع عقلك. الى كنطلب من ضيوفي واحد السؤال، شنو هو الغلط اللي ما تبغينيش نديرو؟ ما تثقش في حتى حاجه، ما تثقش، ثق حتى في واحد، ثق في الام ديالك والاخت ديالك الى باقين عندك الله يخليهم لك. امين. ماشي واحد اخر، ما تثق حتى في واحد، ما كايناش الثقه ابدا. علاش كتقولي هكذا فرح؟ الا فقدنا الثقه في كل شيء، ما نثقوش في الناس اللي دايرين بينا والناس اللي كيبغيونا، غنمرضوا لا ما نعيشوش مزيان. لا لا، ما غتمرض ما والو، غتكون محتاطه، ما غتجيكش الضربه قصحه. يعني الضربه اللي كانت مثلا غتجيك من شي طرف، يعني مشي شخص اولا مشي واحد من من الناس اللي محيطين ديالك، غير كتكون متوقعها. انت من غير انك ممثله جيده، انت فتاه جميله جدا. الله يكبر بك. انت فرح، فوقاش الجمال ديالك يكون نعمه وفوقاش يكون نقمه؟ على حسب الدومين ديالي. بالنسبه للدومين ديالي مثلا فاش كيكونوا شي ادوار، انا كيف ما قلت لك كنحمق نلعبهم مثلا ماشي ديالي، حيت الجمال مثلا ماشي الجمال، هاد المواصفات مش من ما ندخلوش في الجمال، هاد الصفات اللي عندي والوجه اللي عندي ما صالحش لذاك الدور. هو ديك الدور رائع يقدر يوصلك بعيد، فهمتيني؟ فهنا ما كيكونش مزيان، ولو انني كونتر هاد الرؤيه ديال مثلا المخرجين، لان بالنسبه لي التحدي هو مثلا تجيب هذيك اللي ما كتظنش انها تكون في ديك الدور وتخليها تلعب ديك الدور. كتامني ب سوا بيلي تي توا، كوني جميله وصمتي، هذه الجمله ما كنامنش بها على داكشي رجعت نقرا. ما كتامنيش بها على داكشي علاش رجعتي تقراي؟ زوين هذا الجواب. كانت مبرصتك تتخافي يقولوا عليك كوني جميله وصمتي؟ اكيد كانت مبرصتاني بزاف. ما بغيتش تطبق عليا، بغيت تطبق عليا جميله وتكلمي وكلامك زوين، وكلامك يمكن لينا نسمعه. الله يكبر بك. دائما كنبغيو نكونوا في افضل نسخه، اكيد في لا ميور فيرسيون. انتي النسخه ديالك اليوم راضيه عليها؟ اكيد راضيه عليها. اكيد كندير داكشي اللي بالنسبه لي صعيب اي واحد يديرو، يعني كأم وك ممثلة وكواحد الإنسانة كتمشي للجامعة وكتمشي تقرأ، دونك كنحاول نكون أفضل نسخة وكنحاول نكون أفضل مثال لبنتي. علاش كتخافي عليها؟ كيعجبني هذا السؤال، سولوا الأمهات لضيفاتي، الأمهات كنقول لهم علاش كتخافوا على ولادكم؟ كنخاف عليها من العولمة، كنخاف عليها من هذا الزمن اللي وصلنا له، كنخاف عليها من التليفون، كنخاف عليها من السوشيال ميديا كامله. اشنو هذا الزمان ماله؟ صعيب، ماشي الزمان ديالنا، ماشي الزمان، ما بقاتش الطفوله، بديت كتنقارض الطفوله. الاطفال ما كيعيشوش الطفوله ديالهم ابدا، كيمشيو ديريكت للايتاب سويفونت ابدا. وكنحاول نخليها تبقى عايشه ديك الطفوله، لان انا عشت احسن طفوله في حياتي. انا كنتمنى نعطي نص عمري ونرجع للطفوله ديالي. فبنتي بغيتها تعيش داكشي اللي عشته، ولكن للاسف ولينا في واحد مراحل في الحياه اللي ما بقيناش كنشوفوا اطفال. انت حزينه فرح؟ شنو بالك؟ لا انت قولي لي.
كتجي معك الضحكة يمكن نقول لك غير كتجي معك الضحكة. انا عادي نكون حزينة يعني من كيف ما المراحل اللي دوس منه ماشي سهلة، ولكن اللي زوين فيا وكنعترف بها هو الحزن كنقلبه فرح، ودايما كنعطي الانرجي بوزيتيف. شنو بغيتي تبدلي في حياتك وكان يمكن لك تبدلي في حياتك؟ نرجع بالزمن. اشنو تديري قولي لي؟ نرجع بالزمن يرجعوا لي والديا ويكونوا معايا ونزيد نكون معاهم في كل دقيقة وفي كل ثانية وندير لهم داكشي اللي كانوا كيطلبوا لي كامل. إلا مشاو ما تيبقى والو، الموت ما كيعطيناش الاستدراك كيمشي آه. هذا الموضوع الوحيد اللي كيبكي. باقي كيحرقني بزاف. ما قدرتيش تصالحي معاه؟ لا باقي شوية مضرورة، باقي مضرورة بزاف. باقي كنحس بهم يلاه كانوا معايا. دابا الأم ديالك ماتت هادي عام، ما كانش بينه بزاف بين عام بينه وبين با الله يرحمه. عام كانت منو لهم الرحمة. أمين أمين. وكانت منا لك تحققي داكشي اللي بغيتي تحققي كامل. يا ربي أمين. وشنو باغا تحققي؟ شنو هو الطموح ديالك؟ نعيش في سلم وسلام. وبغيتي والو فرح من الدنيا؟ بغيت غي راحة البال، حيت راحة البال ما كتشرى حتى بثمن، ما كتباع ما كتشرى. إلا كانت عندي راحة البال هذيك هي الدنيا وما فيها، هادشي اللي بغيت. كنتمناها لك يا ربي امين. كنتمنى لك النجاح وكنهنئك على نجاح دور وردة. فاش كتشبه لك وردة قبل ما نساليو البرنامج؟ كنت نحضر بالناس الاصول شخصيتها. ما تعذبتيش بزاف في الدور، كتهضري بشمالية. من ناحية ديال الشمالية أكيد سهلة، ولكن من ناحية ديال الدور كاين تغيير في الكاركتير. أنا ماشي بحال السذاجة ديال وردة، ماشي فرحانة بحالها، ماشي بحال ديك الفراشة. وردة فراشة، وردة واللي على قلب على لسانها واللي كتبغي تكون بواحد الطبيعة اللي يبغيها أي واحد يكون عنده. يعني كتساعد كل شيء وكتساعد الغير، وغير شافت واحد الشخص اللي تعامل معها بواحد عطاها الحب وبغاها، ولا عطاها داك الشيء اللي كتمنى أي بنت. يعني حماها من فاش كانت خرجت، وكذلك فاش مشات لعنده حماها، يعني ما استغلش الموقف، رجع للدار وباغي يطلب الحلال. فكتحس بها بواحد السذاجة حلوة بزاف اللي نقرضوا البنات حاليا بحال ديك ستيل دو وردة. الخصال ديال 14 باقي كاينين في الرجال ديالنا دابا؟ قلال ما قليل. دابا غير باش نكونوا واضحين، حنا فاش كنكونوا كنهضروا على 14 الناس كيمشيو كيهضروا على شمكار، فهمتيني؟ حنا بحال حنا كنهضروا على شمكار. لا، اولا الخصال ديال 14 يعني كنهضروا على الشخصيه وما كنهضروش على الشخص بحد ذاته، حيت هنا انا دوست في واحد الانترفيو والناس كنت كنهضر على الشخصيه وحسبوني كنهضر على الشخص. ف الشخصيه اللي صعيب دابا في هذا الزمان باش نكونوا واضحين ما كايناش بزاف. شكون باقي البنت تجي لعندو للدار ويرجع في ساعته؟ شكون باقي كيخاف على السمعه ديالك؟ قليل يعني. ويحميها وكيحمي الحق وكيدافع على الحق، وماشي غير عليها، كيدافع على الحومه كامله وكيدافع على الحق. ولكن ظروف خلاته في الكاريطه، ما عمرنا شفناه كيتعاطى. ولكن حنا انا حيت عارفه البيرسوناج وشنو ما الاحداث البيرسوناج اللي باقي جايين، احداث جديده، على داكشي كنهضر بصفه عامه على 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 الشخصيه. مازال احداث اللي غادي يتفاجئوا فيها في الناس على الشخصيه. فهذيك الشخصيه بالنسبه لي كانت البنات المغاربه كاملين اغلبيه عجبتهم ديك هاد الصفات ديال هاد الشخص هذا اللي كيتمناوها يلقاوها في ولاد الناس. لا ماشي ما كايناش، اكيد غادي تكون كاينه، ولكن صعيب 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 طيح فيها حاليا بكل سهوله. بحال شحال هذه كنا كنطيحوا فيها عاديه مثلا، كشحال هذه واحد جينيراسيون تقريبا كان كل شيء هكاك، ولكن دابا لا، دابا شويه صعيبه. دابا صعيب. فاش كتهضري لي على الخدمه ديالك كتحكي، فاش كتهضري لي على حياتك ما كتحكيش.
حيت الخدمة ديالي هي المكان الوحيد اللي كندوز فيه وقت فحال غنقولوا كننسى الدنيا وما فيها. كنتسيف شخصية، فاش كندخل في شخصية اخرى كنولي واحد اخرى وكننسى اي الم وكننسى اي حاجة عشته. فرح انا كنتمنى لك التوفيق، استمتعت معك في برنامج وكنتمنى لك التوفيق والله يوفقك في مسارك الفني وحتى الشخصي. شكرا، بارك الله فيك. وبوسيلي ماجده مبلغ بغيتي تقولي شي حاجه؟ نو، شكرا بزاف لك شهرزاد، شكرا على الدعوه وشكرا للطاقم التقني كامل، ولي الشرف انني دوست معك وفرحانه انني دوست معك، وكنتمنى هاد الحلقه تكون خفيفه على قلوبكم ونكون انا خفيفه على قلوبكم. شكرا لك فرح. شكرا. شكرا. كل شخص عنده قصة الخاصة والفريدة، قصة فيها مسارات مهنية وشخصية مختلفة، تفاصيل هذه القصة كتشكل جزء أساسي من هويته وكتأثر على منهجيته في الحياة، وتبادل في حال هذه القصص كيخلينا نتعلموا ونتواصلوا مع بعضنا بشكل أفضل. نتلاقوا مع قصة جديدة وضيف جديد وحكاية جديدة في احكي لشهرزاد على راديو دوزام ودوزام بوايما، وقلوبنا وأذاننا تكون دائما صاغية لضيوفنا، ولن يسكت ضيوف شهرزاد عن الكلام المباح. بسلام عليكم.